يا سوسو وصلت ولا كان لازم تسبقيني؟ سوسو ايه يا وسخ؟ كنت فاكرك راجل. شكرا يا سوسو، شكرا يا بنتي. ابقى ادفع لسوسو، اصل معايا فيزا. انا خدتها من البيت وما تنساش تطلقها يا وسخ. ابوكي جاي يا امينة؟ ايوه جه، بس مش عارفة من زمان ما شفتش شكله غضبان قوي كده. غصب عنه يا ضيعيني، من اللي شافه من اخوه ومن مرات اخوه ومن عيال اخوه. ربنا يعينك يا منصور وينصرك على مين يعاديك وما يحرمناش منك قادر كريم. أنا خلاص مش قادرة أقعد في الرعب والوحدة اللي أنا فيها دي لحظة واحدة بعد كده. لو بتحبيني يا أبو هيبة وعاوزني، أنا في بيتي مستنياك. مالك؟ في حد جرى له حاجة؟ حكم عمل حاجة تانية ولا ايه؟ ده حكم غلب معايا من الصبح عشان نحوش ناهد ما قدرناش أبدا نحنن فيها ونواسيها وناخد بخاطرها، وهي تسب وتلعن على اليوم اللي جت فيه القصر. حكم يقول لها ده بيت أخوي، تقول له ده بيت الشوم. أنا أقول لها عقلي يا ناهد ما تتكلميش كده، تقول لي أنا خلاص زهقت من الحبسة وعايزة أغور من البيت ده. حكم يقول لها الواد اللي ببطنك، وهي تقول له ابعد عني أنا مش طايقة. تعبتنا قوي قوي قوي. أنا معطلك عن حاجة يا أخويا، تحب نروح لها الصبح أنا وحكم؟ سيبك مني أنت وحكم، ما حدش يجي ناحيتها. اللي يطلع من بيت ابو هبه ما حدش يتحايل عليه ويجيبه. معك حق يا اخوي. انا برضو قلت كده. تعال يا هيب، تعال. خير يا امه؟ انا صاحيه ومستنياك. ايه؟ أنا بردانة يا هيب. بردانة؟ ايوه. بيدك. أنا عايزة أغير مطرحي، خايفة لموت مكاني.
بعد الشر عليك يما. زهقت، عايزه اغير مكاني. هتروحي فين بس؟ طلعني من هنا وخلاص. حاضر يا ستي، بكره الصبح ان شاء الله ننزلوك الجنينه ونرجعوك تاني. ها، ربنا يخليك ويبارك فيك زي ما حتوريني الشمس والخضره. ربنا يوريك نور عينيك. الصبر، الصبر يا هيب. حاضر امي. روح لغنيمه يا ولدي، دي اصلك وفصلك ومحدش هينفعك تاني. انا دفيت. نايمة. وانا اقدر انام ولا غمض عين قبل ما انت تنام يا نور عين؟ غلبتك معايا يا غنيمة. عديل اسبوعين ما شتكيش. ولا غلبتني ولا حاجة. انت ما سبتنيش ولا تركتني لحظة واحدة. بطل يا غنيمة عاد، تعبتيني بصبرك ده. ولا صبر ولا حاجة. انت سايب لي اللي يونسني. السلام، كيف دي؟ ريحتك وروحك اللي مالي المكان ومليان. عاوز اروح اقطع خبرها اللي طلعت من البيت من غير اذن دي. روق حالك امال، هدعكلك راسك عشان تروق. عاوز اكسر عظمها. انت نار تسبح رماد يا اخوي. طول عمرك مسامحه غنيمه. دي ولي، واللي يجي على الولاية ما بيكسبش. أنا راضي عنك يا غنيمة. بصتك دي تروق الدم الفاير. خلاص هروح أجيبها لك تحب على يدك. خف كلام على غيرك. أجيب لك تتعشى؟ لا، عاوز أحلي. أجيب لك كنافة؟ لا. لحول الله يا رب، رجعنا للوش تاني خير. يا اختي اديني بق مية، نفسي هيتقطع من كتر ما جريت عشان ألحقك. أصلي سمعتهم بيخططوا. هما مين دول اللي بيخططوا؟ غنيمة بتسخن أبو هبة عليكي. غنيمة؟ أيوة. اوعي تقعي في الفخ يا هبلة. فخ إيه وبتاع إيه اللي أنت بتتكلمي عنه ده؟ غنيمة بتشيل وتسكت لكن ما بتسيبش طرها أبدا. عاملة نفسها طيبة وش بس، لكن جواها يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. دي يا أختي تلعب العفاريت عشان آكل. أنا اللي عارفة كل حاجة، أنتِ أصلك جديدة، ما تعرفيش المية المدفونة تحت الخشب. أقول لك إيه، الله يخليكي، أنا تعبت، أنا تعبت، أنا لا عايزة أعرف لا سوس ولا تعبين. أيوه كده، برافو عليكي. أنا عايزاكي تكتمي كده لحد ما تبان. تضحك عليكي غنيمة وتجيلك تعيط وتقولك لازم ترجعي وأنتِ غلطانة وأبصر إيه؟ وأصل هبة يزعل، أصل هبة ما بيحبش كده. اوعي تصدقي، دي عايزة تخلص منك القديم والجديد. عايزة تسحبك لجوه الفيلا وبعدين يقفلوا عليك الأوضة لحد ما تولدي، وبعدها بقى. هقولك ايه، أنا ما حدش يقدر ياخد ابني مني أبدا. أيوة يا أختي، ما احنا عارفين إن ابنك وما حد يقدر يقول كلام غير كده، بس ده إذا كنت عايشة. لكن بعد الشر إذا ذبحوكي بقى، ساعتها غنيمة هتاخد الواد ويبقى ابنها. يذبحوا مين؟ يذبحوا مين؟ أنا قد عشرة زيهم، أنت فاكراني إيه؟ أيوة كده يا أختي،
خليكي قوية كده وشدي نفسك لحسن بعد الشر بنتك تعيط عليك. أنا يا أختي قلتلك اللي يخلصني. سامحني يا رب أنا مش فتانة. طب يا أختي فوتك بعافية، سلام عليك وخدي بالك من نفسك. اقعد يا أمينة اقعد. أنا عاوز أسألك سؤال، راضية ولا ترجع لعطية؟ لا عطية لا، حيطة اتبنت بيني وبينه اليوم الدين. يمكن لما تروقي ترجع في كلامك. كل ما برتاح بحمد ربنا على اللي حصل، أنا كنت تايهة ورجعت. خلاص خد يا أمينة المفاتيح الثلاثة دول. ايه دول يا بابا؟ ده مفتاح عربي.